السلام عليكم مشاهدي قناة بشرى انسبيريشن، مرحبا بأحبائي، مرحبا بكل الجميع، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. شوفوا هاد المناظر الجميلة، شوفوا ما شاء الله. حبيت نجيبكم معايا ولو غير شوية، واخا البلاصة ضيقة وتبقاي دايرة الفيديو ما جاتش، تمشيو الناس وتيجيو. وهادي وقيت الغروب، مرة ملي تيكمل ولادي المدرسة ما تيكونش البرد بزاف، هاد الايامات البرد قاصح. تدي الاطفال ديالي لهاد البلاصة نتمشاو شوية. شوفوا ما شاء الله الغروب، تمنيتكم كلكم اللي كتشاهدوني تجيو معايا تمشاو في هاد البلاصة ان شاء الله، حتى نتوما تلقاو مكان فين تريحوا ان شاء الله. شوفوا ما شاء الله، دابا راه كلشي يابس، ما كاينش كاين شي شجر سبحان الله، ما تيموتش، تيبقى شاد اللون ديالو. ومن بعد هذيك التمشيه انا جدتكم معايا رايمور فلانكين فرنتشر، واحد سطور كبير غير تاع الفرنتشر، غير تاع الفرنتشر والديكورات هكا. والبات عندهم حتى البات زوين، تيعجبني هكا. جدتكم تنقلب خلصني انا فوتويات البيت ديالي، ايوا هكا درت لكم دويره حتى نتوما تشوفوا الجديد من امريكا. ما شاء الله الجديد في العالم كله. هذا الشيء في امريكا، انا في ولايه بنسلفانيا. ما شاء الله الواحد ياخذ عبره. انا بعدا ملي تنبغي ندير تيعجبني تنبقى نشوف البوكس، تنشوف المكتوبه ماجازين تي في، تنبقى نشوف الديكورات هكا الجديد ما شاء الله. تنزهوا ليا مع خاطركم، انا نخليكم واحد شويه تنزهوا بصحتكم. We'll be right back.
رجعت معاكم حبوباتي، كيف جاتكم المناظر؟ إن شاء الله تكونوا تنزهتوا معايا إلى في الطبيعة وقت الغروب اللي شفتوه، شحال جميل هذاك المنظر ما شاء الله. وفي هاد البلاصة تاع البيك ستور تاع الفرنتشر، هكا الواحد كيشوف كيعرف كيفاش ينسق الألوان، تعرف الجديد إلا بيشري، تعرف توب توب اللي كاين دابا في الألوان وفي الحائط وفي الطبيلات وفي الديكورات اللي تيمشي وفوق الطبيلات. وهادشي اللي كاين إن شاء الله، نتلاقاو في الفيديو الماجي إن شاء الله بإذن الله. ما تبخلوش علينا باللايك والتعليق، والناس اللي بقى ما هي سبسكرايب سبسكرايب من فضلك. مع السلامة.